يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى بمجموعة من الناس وفي أثناء الانحطاط للسجود قال بدل الله أكبر قال سمع الله لمن حمده، ولم يعلم بذلك حتى نبه من قبل المصلين بعد الانتهاء من الصلاة، فماذا عليه وماذا عليهم في هذه الحال؟ يسجد للسهو وينتهي المشكل، يسجد ويسجدون معه للسهو. نعم.